تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج مونديال. منتخبنا الوطني يتعادل سلبيا مع الفريق البحريني في ضمن تصفيات كأس العالم. هذه المباراة أفقدتنا ضمان صدارة المجموعة، ولا تزال الحسابات طبعا موجودة. نستضيف في هذه الحلقة الكابتن سمير كاظم للحديث عن أداء المنتخب وحظوظ منتخبنا كذلك في الظفر بصدارة المجموعة والتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم. مرحبا كابتن سمير ويانا في برنامج مونديال. حبيبي استاذ زيد، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شرف بك. كابتن، بعد الفوز على ايران شلون تشوف نتيجة ادائنا مع الفريق البحريني اليوم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين الطيبين. تحية لك كابتن زيد، إلى قناة الديار، برنامجك الرائع مونديال. كنا يعني نتمنى، وكنا أمل أنه نظفر بهاي الثلاث نقاط حتى بعيدا عن الحسابات الأخرى، لكن بعد الفوز الكبير اللي فزنا على إيران أنطى معنويات وثقة عالية للاعبين جراء التشجيع، جراء الصحافة والإعلام، ثقة النفس عالية صارت بجميع اللاعبين. جينا لفريق البحرين وإحنا بأتم الجاهزية حقيقة، عكس البحرين اللي كان عندهم ضغوطات كبيرة إنه هم يلعبون مع فريق فاز على إيران ومصدر المجموعة ويعرفون إن هاي المباراة صعبة عليهم. إحنا كنا سيدين المباراة صراحة، الشوط الأول والشوط الثاني، لكن أنا مو من النوع اللي أتكلم على مدرب الفريق، لكن الخطأ اللي وقع بمدربنا هو ما غير الأسلوب اللي لعب بيه ويا إيران، يعني بقى لعب نفس 5-3-2. نعم. وإحنا كان المفروض نلعب ب4-4-2 أو 4-3-3، أو مثل ما نقول على الأقل اثنين صريحين مهاجمين اللي هو ميمي وعلاء. يعني علاء ما تعتبرها مجازفة أمام البحرين؟ والله هو باعتبار أنه أنت تعرف كل زين، لازم تقرأ المباريات، تقرأ تفكير المدرب شنو. المدرب البحريني يعني هم الوحيد هو التنظيم الدفاعي، الاعتماد على الكرات المرتدة. نعم. يلعب بمهاجم واحد، فالمفروض كان يدرسها مدربنا، المفروض يلعب بمهاجمين اثنين، يخلي 4 مدافعين للخلف زائدا واحد يميل للدفاع من الارتكاز، يعني بالهجمة علينا نصير 5، ماكو مشكلة، يعني نفس لا. نفس الأسلوب اللي لعبنا مع إيران، باعتبار أنه الكابتن علاء من سجل هدف معنويته ارتفعت أكثر. صحيح. نشوة الفوز، أنا متأكد إجا مديح من قبل الجميع، من أهله، من ناسه، من أصدقائه، من اللاعبين. أكيد. من الجمهور، فهذا المفروض كان يستثمر ويغير الأسلوب باعتبار يستفاد من نشوة الحماسية اللي بداخل علاء. وإحنا كل إحنا متفقين خلف الكواليس، نزل الرجل ربع ساعة، حرك المباراة، يعني أخذ كرتين 3 بالرأس، وهو هم عنده يعني مثل ما يقول فد ميزة راقية جدا بألعاب الهواء، فكان ممكن نستثمره ويا ميمي اللي نعم. كل اللاعبين البحرينيين هم كانوا يفكرون بقدرة فقط. ميمي المفروض كان علاء يشارك بالبداية، وممكن يطلع من اللاعبين المدافعين. نعم. واحد نلعب 4. طيب كابتن، المنتخب نعم. يعني يفتقر لللمسة الأخيرة، وكذلك يعني يفتقر لمواجهة المنتخبات ذات التكتل الدفاعي. صح، هذا شنو أستاذ زيد؟ هذا سببها القلة العددية بالهجوم منتخبنا. أنت لو تكثر أو تكثف من الهجوم كلاعبين ممكن يصير خلل أو يفقد توازن الفريق البحرين. أنا أعرف كلامك أنت منطقي، فريق البحريني يتكتل للخلف. نعم. يمنع الكرات الجانبية، يمنع الكرات بالعمق، هذا من تكثف عليه لاعبين هجوم وتنطي واجبات للشبه اليمين والشبه اليسار، يكثف الكرات العالية بألعاب. ما تعتبرها مجازفة؟ لا، هجمة البحرين تخطف هدف تودينا في متاهات. هو بما أنه الفريق البحريني يلعب مهاجم واحد، فليش ألعب 5؟ ليش ألعب 5؟ ألعب 4، وممكن أخلي واحد من المدافعين يلزم هذا اللاعب المهاجم،
واخلي اللاعبين او لاعب من الارتكاز يجي ويا اللاعبين. اتفق وياك، بس البحرين تتقدم بتنظيم جدا رائع نحو مرمى الخصوم. صح، هم عندهم كان مهاجم او مهاجمين. صح، عندهم التنظيم الدفاعي رائع، عندهم الانتقال السريع، وعندهم الكرات المرتده والكرات الثابته. هذا الفريق اللي دائما الفريق اللي يتكتل بالدفاع انت ما تقدر تخترقه الا بهاي الميزات. على العموم يعني هو من رجل يعني كان عنده وجهة نظر، المدرب نجح بالاسلوب هذا اللي مع ايران راد ينجح به، لكن المدرب الناجح يخلي الاساليب عنده موجوده في اي لحظه من اجل الحسم. من اجل الحسم، يعني انا هسه من اجي العب متكتل وغايتي انه احصل نقطه، مثل ما الفريق البحريني كانت غايته يحصل النقطة حقيقة. نعم صحيح. المفروض من أي مدرب من يلعب هيك أسلوب لازم حس بحساب إنه إذا دخل عليه هدف مثلا من ضربة جزاء، من كرة ثابتة، من مرتدة، لازم عنده حل آخر يغير الأسلوب من 5-3-2 مثلا 4-4-2 4-3-3 وهكذا. على العموم فريقنا كان هو من سيد المباراة صراحة، لكن النقص هو المخدرة الهجومية كانت ضعيفة، وكان بالإمكان يلعب مهاجمين أكثر. الحسابات هسه شوية لو تجي للحقيقة، يعني احنا عندنا بعد 3 مباريات، عندنا بعد كمبوديا وعندنا هونغ كونغ وعندنا لعبة مع إيران. باعتبار انه المباريات القادمة احنا او المرحلة القادمة احنا عندنا انتظار، اليوم الفريق الإيراني عنده انتظار، بحريني بعد ما عنده انتظار. المهم يعني احنا عندنا 3 لعبات وإيران عندهم 4. لو تجي الحسابات يعني احنا نفوز لعبة كمبوديا ان شاء الله وهونغ كونغ، نصير عندنا تقريبا 17 نقطة. تبقى المباراة الفاصلة مع إيران، هي هاي شوية الحسابات المعقدة. يعني هسه بالمجمل احنا عندنا 11 نقطة من اصل 11. بالضبط عندنا 11 نقطة، باقي لنا 3 مباريات، خلينا نقول 6 نقاط مضمونه ان شاء الله، امام هونغ كونغ في هونغ كونغ وامام كمبوديا. نعم. في عمان او نقول ان شاء الله في البصره. ان شاء الله الست نقاط مضمونه راح ترفع رصيدك الى 17 نقطه. يبقى ايران عنده 6 نقاط، اي اذا فاز باربعه كابتن زيد، اذا يعبرنا. فاز باربعه يصير 18 هنا. يعني هنا اذا احنا فزنا نصير 17، عندنا مباراه فاصله مع إيران. مع ايران. نعم. اذا تعادلنا مو بعيده علينا ان شاء الله، نتعادل ونفوز. اذا تعادلنا تبقى يمكن اتصور على المباريات المواجهه، يعني احنا مواجهتين مع ايران. مع ايران العفو كابتن، ايران راح اذا فازت في كل مبارياتها قبل مباراتها مع العراق راح يكون عندها 15 نقطه. 15 و18 اذا فازت على العراق يصير 18 اذا فازوا. اي احنا ايش يحتاج لنا تعادل بايران، نحسم الموضوع لمصلحتنا المركز الاول كمتصدر ان شاء الله. طيب كابتن، احنا هسه بعيدا عن حسابات، بعيدا عن الحسابات. نعم. اليوم فريقنا. نعم. بعد الاداء الباهر امام. نعم. ايران. نعم. رجعت على الثرى مع البحرين، يعني شئنا. نعم. ام ابينا اليوم. نعم. المباراة ما كانت بمستوى مباراة ايران. صحيح. ليش الفريق العراقي مع الفرق خلينا نقول بمستوى او اقل من عنده. نعم. ما يقدم مثل ما مع الفرق القوية حتى في كأس آسيا. صحيح. يعني مع فيتنام واليمن ما قدم، مع ايران وقطر. صح. قدم. صح. حاليا مع ايران قدم، نشوفه مع البحرين تراجع الخط البياني خلينا نقول المستوى الفريق. المدرب حصل الكلام. نعم. يعني اريدك توصف لي هاي الحاله. وصلت الفكره. شوف دائما المنتخبات العراقيه كنا نلعب قبل لحد هاي اللحظه، الفرق الضعيفه اللي تتكتل شوي نلاقي صعوبه باختراقها. اما بالنسبه للفريق الايراني، الفريق الايراني المباراه السابقه لعب عليك مهاجمين 2 اللي هو سردار ولعب مهدوي. ايش صار عنده؟ صار عنده خلل في منطقه الوسط. نعم. احنا فريقنا صارت عنده مساحات، قمنا نخترق الفريق الإيراني وهم في حالة الهجوم علينا، فصارت ثغرات عندهم، صار استثمار للموضوع وقدمت أداء. بالضبط. إحنا اليوم الفريق الإيراني أوتوماتيكيا مثل ما حضرتك شاهدناه. نعم. المباراة يلعب 4-5-1، الأربعة خمسة وهم مشهورين بالتنظيم الدفاعي حقيقة، فالتنظيم الدفاعي هو يغلق المناطق أو المنافذ. نعم. على المنتخب العراقي. احنا هاي مشكلتنا نعاني منها من زمان،
المفروض الفريق اللي يلعب هيجي عنده 4 نقاط. اولا اللعب على الجانب، وهذا اللي اليوم ما استثمرناه من خلال مهاوي ومن خلال ضرغام، يعني صارت وخاصة ضرغام، يعني صار اشتغلت منطقة أو جهة اليسار مالتنا أكثر من جهة اليمين، لكن الكرات العكسية ما كانت بالمستوى المطلوب. طيب كابتن، هاي النقطة حتى وصلت الفكرة. هاي النقطة. النقطة الثانية الشوت من بعيد، ما صار اليوم شوت، ما شفنا، هو هذا ما شفنا شوت لي. يعني ما يعني لا شفنا أمجد شوت، يمكن شوت واحد بالدقيقة الأخيرة وهو راد يلعبها، بس هي نعتبرها شوت نعتبرها، لكن لا ميمي شوت، لا بشار، لا صفاء. هاي الفرق الحلول من ضمن الحلول اللي التسجيل من خارج الجزاء، التسجيل من خارج منطقة الجزاء. زائدا النقطة الثالثة أو الحل الثالث، الكرات الثابتة ما استثمرناها. هذا أرجع وأقول لك إنه لو كان مثلا علاء عباس لاعب من البداية، ممكن نستثمر هاي الكرات الثابتة بألعاب الهواء. نعم. الحل الرابع هو الواحد ضد واحد، ما كانت واحد ضد واحد، وإحنا ما استثمرناها من خلال مثلا بشار. إحنا أكثر لاعب هو بشار مهارته عالية، ما استثمرناها واحد ضد واحد. هاي الفرق تتكتل عندك، هاي الحلول الأربعة المفروض تكون إلها، هاي موجودة بالعالم. طيب كله كابتن، منو نجح بالمباراة، كاتانيتش أم سوزا البرتغالي مدرب البحرين؟ والله هو شوف، هي المشكلة هم اثنين هم ما نجحوا. راح تسألني ليش؟ صح. لأن هذا التعادل خلى إيران ترجع للواجهة، أمل إنه يرجع للمنافسة، باعتبار إنه المنتخب العراقي فقد نقطتين والبحرين فقد نقطتين. إحنا لو اليوم فايزين كان قطعنا شوط كبير على إيران أصلاً. بعد ما تفكر بالمباراة الأخيرة، تفكر بيها، لأن أنت بعد عندك فرق، إيش قد يصير عندك فرق تقريبا 9-7 نقاط أو 8. نعم صحيح. فهاي المباراة حقيقة أنطت ادفانتج للمنتخب الإيراني أنه ينافس من جديد. تسألني منو اللي كان مفكر بالتعادل وبالفوز؟ لا، المنتخب البحريني كان مفكر بالتعادل. شلون؟ التعادل ما يخدمه. التعادل ما يخدمه، بس هو خاف لا يفقد نقطة، خاف لا يفقد 3 نقاط ويفقد يفقد المنافسة بشكل طيب. رسمي. عرف انه المنتخب العراقي جاي من نشوة الفوز، من معنويات عالية، صحافة، إعلام، معنوية اللاعبين، ثقة اللاعبين بأنفسهم، الحضور الجماهير الكبير اللي هو حضر حتى أحسن من مباراة إيران. خاف من هاي المباراة، فقال أحصل نقطة من الفريق العراقي أفضل مما أخسر. يعني هسه احنا بالمجمل رجعنا نفسنا، يعني خلينا نقول خطوة للخلف. إن شاء الله التوفيق يكون حليف المنتخب إن شاء الله في إيران أو في غير مكان، يعني إن شاء الله الأمور خلي نقول نتفائل. نعم. بشر بخير. نعم. بس ضيعنا نقطة. صح. ضيعنا نقطتين. صح. كانت تغنينا من هواية أمور. كابتن، هذا المنتخب التصفيات المقبلة إن شاء الله راح يكون. نعم. التأهل من حليفنا إن شاء الله. التصفيات المقبلة راح تلاقينا فرق مثل كوريا الجنوبية. صح. اليابان. صح. استراليا، طبعا الصين ما نعرف وضعها، لأن سوريا ما شاء الله 5 مباريات 5 انتصارات ما شاء الله. يعني شاء الله. نتمنى التوفيق للفريق السوري. إن شاء الله. هو ايضا كان صاعد ملحق التصفيات. صحيح. المنتخب تشوف به بارقه امل للتاهل لكاس العالم او المنافسه بشده؟ زيد، اتمنى هاي الرساله توصل للمدرب كاتانيتش. المفروض اكو ناس تقول له بالوضع اللي يمر به العراق. هو يعرف انه المنتخب العراقي من راح يصعد بهاي المرحله راح تجي مرحله اصعب، راح يلعب ضد اليابان مثلا، ضد كوريا، ضد استراليا مثلا. هاي الفرق يحتاج لها شنو؟ يحتاج لها عمل اكثر، عمل مطول. احنا لحد هاي اللحظة ما لاعبين 4-4-2 صريحة، ما لاعبين 4-3-3 صريحة. اكو مباريات بالمستقبل لا سامح الله، حتى لو تلعب متكتل انت ضد الفريق الياباني مثلا او ضد الفريق الاسترالي، تلعب مثلا متكتل لا سامح الله اجى جول عليك بالبداية، انت شو تسوي؟ لازم يستثمر هاي الفترة الجاية إنه الإعداد يعلم المنتخب العراقي، يعلم اللاعبين على أساليب معينة. كابتن، هذا الكلام مو متأخر؟ كتنج صار لفترة طبعا متأخر. ليش؟ تدري ليش أستاذ زيد؟ لأن إحنا ما جاء، إحنا كنا نتأمل
كنا نتامل من كاتانيتش انه يلعب 4-4-2 مثلا صريحه، اللي كان انا دائما اقول ليش يلعب بس مهاجم واحد؟ خلي يلعب، عندنا مهاجم، عندنا علاء ممتاز، عندنا علاء عبد الزهره ممتاز، عندنا ميمي ممتاز، عندنا لاعب بالوسط تقدر تلعبه مهاجم يميل للدفاع والهجوم ممكن. لازم لا العب اثنين صر، احنا لحد الان ما لاعبين اثنين صريحين دور مساعد المدرب ما عدا اليوم، ما عدا اليوم. اوكي انا متفق اتفق وياك بكل اللي تقوله. دور مساعد المدرب وين؟ ضروري جدا. يعني انا مثلا حتى كابتن رحيم حميد المفروض يجلس مع المدرب يقول له احنا ايش وقت نلعب 4-4-2، ايش وقت نلعب 4-4-3، ليش كله 4-5-1 5-3-1-1 مثلا؟ ليش احنا لازم المفروض نعلم اللاعبين انه في اي لحظه ممكن نغير اسلوبنا الى 4-4-2. شوف اكبر خطا من مدرب يجي يغير اسلوب في نفس المباراه وهو ما متمرن عليه، اكبر خطا. يفقد الانسجام الفريق. يفقد الانسجام، يفقد التركيز. نعم. تتشتت واجبات اللاعبين، افكار اللاعبين تتشتت. هذا المفروض بالتدريب انه المدرب الناجح حاليا هو يتجه بس للتكتيك، اللعب تكتيك الهجومي، تكتيك الدفاعي، الاسلوب الهجومي، الاسلوب المتوازن. نعم. هذا المفروض المدرب، مدربين العالم هسه ما عنده غير شغل غير بس يخلي الاسلوب المناسب للفريق المنافس. يعني نعم. انا اجي العب ويا فريق قوي ماكو مشكله، مو عيب العب 5-4. نعم اكيد طبعا. بس الفريق الضعيف ليش ما العب 4-3-3 مع الاحتفاظ والضمان الدفاع؟ يعني أأمن دفاعي، مناطق الدفاعية لكن تهاجم. أي لازم شنو؟ لازم أنط واجبات هجومية. قادرين على التأهل لكأس العالم لو لا؟ ها كابتن؟ قادرين على التأهل لكأس العالم؟ والله إن شاء الله بهمة اللاعبين، بدعاء الطيبين، مدرب بالتدريب قادر؟ والله إن شاء الله إحنا نتمنى صراحة. لا التمني واحد. شوف ورأيك أريد. والله كابتن إذا قلت لك إذا احنا كل سنه ما نصعد كاس العالم، يعني ماكو مشكله بالموضوع. اذا المدرب هسه استفاد من هاي التجربه اللي جاي يخوضها ودرب الفريق على اساليب معينه واستزاغوها زين اللاعبين ممكن نصعد، ممكن يغير بعض الامور. اولا احنا عندنا قاعده جماهيريه كبيره. اثنين المباريات القادمه ان شاء الله ممكن نستفاد من ارضنا ومن جمهورنا ان شاء الله. ان شاء الله هذا سلاح. هاي ترى الكابتن زيد الدول العالمية والأوروبية والعربية يتمنون هاي الموارد البشرية، يتمنون المباراة بأرضهم وجمهورهم. يعني أضرب لك مثال بسيط، مثلا ذاك اليوم أنا حضرت لعبة القوة الجوية وفريق مولودية الجزائر. نعم. بأرضنا فريق مولودية الجزائر فريق محترم، محترم جدا، فريق لكن قوي. تأثر بالجمهور وتأثر بالأرض وبالصحافة. نعم. والإعلام. صحيح. لا تقل لي هسه لو يجي فريق عالمي لازم يتأثر بهاي المسألة. فإحنا إن شاء الله بالمستقبل ممكن نستفاد من هاي، من هذا السلاح، سلاح الأرض والجمهور والأرض، يعني بالبصرة إن شاء الله. والله كابتن يعني الجمهور هو إلى وضعه أكيد مثل ما تفضلت. نعم. تبقى إحنا عندنا حارمينا من اللعب على ارضنا الاردن ان شاء الله، يعني بلدنا الثاني هو عراقيين هوايه هناك. صح ما شاء الله. بس ان شاء الله تفض هاي المشاكل اللي بالبلد ان شاء الله وتمشي الامور بشكل نحو الافضل ونلعب على ارضنا ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء احنا اخذنا استطلاع واراء الجمهور على مباراه ايران ورايهم بها وكذلك توقعهم على مباريات مباراه البحرين اللي انتهت بالتعادل السلبي. نترككم ويا هذا الاستطلاع إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو ردة فعلك بعد الهدف القاتل من علاء عباس على المنتخب الإيراني وكان انتصار كبير لمنتخبنا في هاي الجولة؟ طب هو انتصار كبير من قبل المنتخب العراقي وهذا الشيء هو اللي ساعد الجمهور وخلى الجمهور من أمل إلى أمل أكبر، بحيث إنه فرحة الجمهور لا توصف من حيث الأجواء اللي كان بها حاليا هسه العراق ومن خلال هدف
باقل من دقيقه يعني بالاخير حسم المباراه اصبحت لفرحه العراقيين لا توصف من خلال هدف. وهل يعني ما اقدر اوصف فرحه العراقيين اللي مر بها، والعراق مر بهواي ظروف وهواي ماساه، رايد من ضحكه يرسم ابتسامه على وجهه، يعني هدف خلى الابتسامه وفرحه العراقيين اكبر مما توقع. يعني العراق صح بلد خيرات وبلد ماساه، يعني لكن رايد من ضحكه ويرسم ابتسامه على وجهه، هذا خلال الهدف وفوزه على المنتخب الايراني اصبح الجمهور اقل ما يمكن تعبيره هو الفرح. كان المنتخب العراقي لازم يفوز يعني لان يستاهل، كان مسيطر على المباراه كل الوقت. بالاضافه الى يعني كان جزاء المهند ميمي ما انحسب. فيعني كان من الظلم انه احنا ما نفوز، فاجى الهدف بالدقيقه 93 يعني تقريبا. ما اقول لك الفرحه شنو صارت، وهذا فوز معنوي كلش يعني، وان شاء الله الحمد لله والشكر يعني صارت الصداره للمنتخب العراقي بعشر نقاط. بقت له هي الفاصل ويا البحرين اللي هو بالمركز الثاني 8 نقاط. يعني اذا فزنا احنا راح نضمن الصعود كاس اسيا مباشره، وراح نضمن الصعود لتصفيات كاس العالم ان شاء الله. ما هي توقعاتك لمباراه غدا امام المنتخب البحريني في المملكه الاردنيه؟ ان شاء الله 2، يعني احنا تعلمنا على 2 بعد، ان شاء الله 2 وان شاء الله الفوز للعراقيين جميعا. الله يحفظك ويفرحون هذا الشعب المسكين المظلوم اللي عانى ما عانى من هذا. يعني احنا ما نشوف الفرحه بس على المنتخب العراقي، يعني يمكن ما فرحنا الا بالايام المنتخب وايام الفوز. والله ان شاء الله يكون فوز للعراق، بس اتوقع انه يكون تعادل او الفوز للعراق، وان شاء الله بهاي الفرحه من فرحه ثانيه، والعراقي يستاهل ترى اي فرحه، كل العراق يستاهل. الله تحقيق الثلاث نقاط والفوز، وان شاء الله ميمي هم يسجل وقافل عليهم. ميمي قافل عليهم ان شاء الله. والله الفرحه ما تنوصف، يعني تخيل الشوارع كلها انتفضت، والشوارع وبالتحرير، وهاي الفرحه احنا كنا متمنيها. يعني زين من عندهم هاي الفرحه، والشعب ساعتين فرحه، والشعب كامل كله فرحه ما تنوصف، يعني دموع وفرح، يعني العوائل العراقيه كلها فرحت. ما اجيب لي سواعد الشارع ما فرحان. والله بصراحه اول شيء هو كانت مباراه كلش مشوقه وقويه، الفرحه كانت ما تنوصف، حسيناها صدق فعلا كانما نصر، يعني مو مباراه بس، ويعني مثل ما نقول مو بس المباراه، هو كواقع حال الف الحمد لله شعب واحد وطن واحد ما يفرقنا اي احد. واحنا مثل ما تعودنا من قبل لحد هسه دائما المباريات هي الحافز الاساسي ليوحد الشعب كله. ما هي التوقعات لمباراه غدا منتخبنا العراقي مع المنتخب البحريني في المملكه الاردنيه؟ ان شاء الله نفوز، ان شاء الله الفوز يكون حليفنا يا رب. طبعا بعد ما طويت 3 دقائق الاضافيه كنا كلش متحمسين ننتظر الهدف انه يجي، وكلش نشكره على الهدف اللي اجى، لانه كان بلحظه كلش كنا منتظرينها وكنا محتاجين هذا الشيء كلش. وطبعا ما اوصف لك المناطق كلها انقلبت، انا من الناس اللي اخذت السياره وطلعت وياهم بالاعلام العراقيه برا. زين بغض النظر عن الهلاهل اللي صارت والعوائل اللي طلعت تحتفل والشعالات الناريه اللي كل المناطق علقتها، يعني كلش كان الشعب فرحان، ونشكره كلش على الهدف. ما هي توقعاتك لمباراه غدا منتخبنا العراقي مع المنتخب البحريني في هذه التصفيات؟ ان شاء الله لا يقل عن 2-0، احنا متوقعيها ان شاء الله وننتظرها منهم، واملنا بهم كلش كبير ان شاء الله. والله احنا محتاجين هيك فرحه، لان تدرون الظروف اللي تمر بها البلد شويه ظروف تعبانه، واتمنى لهم ان شاء الله دائما الفوز، وربي يوفقهم ويخليهم كلهم ولدنا يا ربي، ان شاء الله منصورين دائما. ما هي توقعاتك لمباراه غدا منتخبنا العراقي مع منتخب البحريني في المملكه الاردنيه؟ ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لهم الفوز، نتفائل لهم بالخير والله يحفظهم ان شاء الله. قبل مباراه منتخبنا الوطني شفتوا اراء الجماهير، طبعا الجماهير اكيد كلها محبه للمنتخب وكانت تتمنى الافضل. نرجع للكابتن سمير، كابتن كان اكو هناك تحشيد اعلامي، تحشيد حتى من قبل وزاره الشباب بارسال يعني وفد بصراحه جدا فخم الى عمان لمتابعه مباراه العراق والبحرين. هذا الشيء اثر بالايجاب ام بالسلب التحشيد الاعلامي بعد فوزنا على ايران طبعا؟ نعم. شنو يعني نظرتك للموضوع؟ طبعا هو هذا يعتبر من الدعم اللوجستي حقيقه، يعني انت من تجي مثلا منتخبك منتخب العراق
الفنانين الممثلين اللاعبين القدامى ولو أنا ما دزولي دعوة حقيقة. مشكورة وزارة الشباب والرياضة على هذا الشيء. ليش ما دزولك دعوة كابتن؟ والله لحد الآن ما حقيقة، وهاي الحقيقة هاي اللي حزت بالنفس حقيقة. صراحة أنا ما أعرف يعني هواية أمور صارت، مو بس هاي مباراة إيران ما دزولك دعوة؟ لا مباراة إيران ولا مباراة البحرين ولا حتى بطولة الخليج، وكأنما يحسسوك أن أنت ما كنت تلعب حقيقة، يعني ولا ما يحسسوك أنه أنت مثلا 7 مواسم محترف خارج العراق مثلا، ما مباريات دولية منتخب، مباريات دولية شاركنا بالتصفيات العالم، لعبنا بكأس العالم للشباب. السبب شنو اللي موجود بداخلك؟ والله ما أعرف. طبعا هو مشكور وزير الشباب الرياضة، وزارة الشباب الرياضة، بس العتب كل العتب على الكابتن القدير موفق عبد الوهاب صراحة. دكتور موفق. أنا رأسا أنا ترى خابرته، حكيت وياه، سمعت إنه أكو أسماء تروح دعم للمنتخب الوطني بلعبة إيران. نعم. والمباراة البحرين هم مجموعة ثانية. نعم. فاتصلت بي قلت له أنا سألتك مو على مود أريد أروح. سألت دز دماء أنا رجال يعني إيش قال لي؟ قال لا أكو مدربين إنه إذا عدتهم عمل بالتدريب ما راح ندز عليهم. لكن انت تشوف طبعا بالمناسبه انا اقول انا ما عندي اي اعتراض على اي شخص راح على اي اسم بالضبط اكيد على اي اسم، هم كلهم اخوتي وعلى عيني وعلى راسي وكلهم ثروه وطنيه ودعم للمنتخب الوطني. بالوجبه الثانيه انا ما اعرف قالوا 100 واحد ممثلين بس ما اعرف اللاعبين اللي راحوا. هو كان ابسط شوي حزت بالنفس انه حتى اتصال ماكو، فمن اتصلت بيه موفق قال لي اللاعبين اللي عندهم عمل ما زين انت تجي مثلا يعني المدربين زين انت تجي مثلا كابتن حسام الباشا على عينه وعلى الراس، حسام فوزي يدرب القاسم. نعم صحيح. مثلا سعد عبد الحميد مدرب منتخب الاشبال، مثلا قصي هاشم، مثلا قصي منير، مثلا دول كلهم جاي يدربون. قصي هاشم يعني مساعد مدرب العباس عطيه. نعم. هذولا كلهم راحوا، انا مو اعتراض عليهم حتى لا اكيد كلهم نجوم كبار، لكن اقول يعني وزاره الشباب الرياضه من تنتقي ناس يعني تنتقي ناس على الاقل اسمها موجود وهاي. وانا صراحه حزت بالنفس يعني انا ابني قال لي بابا لعد شو لا تصدوا بيك ولا هاي واحد ما تعرف شو تجاوبه. قلت له بابا الله يوفقهم شو تسوي، وارجع واقول هاي مبادره جيده لكن اعتب على الكابتن موفق عبد الوهاب بسبب صحيح. يعني عدم توجيه دعوة بعيدا عن السفر. لو متصل بيه شو اعتذرت، انا جا اعتذرت حال كل الاكثر المدربين اعتذروا، بس هي شوية يعني تكريما واحتراما للشخصيات. يعني يجيك واحد مثلا ما يعرف سمير كاظم مثلا من الشباب مثلا اللي ما عندهم مثلا اطلاع للاعبين القدماء، يقول لك كابتن انت مو تقول انا مثلا لعبت بالمنتخب و لعبت بالسد القطري وكابتن السد القطري شو ليش ما دزوا عليه؟ واحد شوية يحس صراحة تحس بالنفس هاي. لا أكيد طبعا هو العتب موجود. أيه. دكتور موفق وأتوقع يعني إن شاء الله يكون التبرير مقنع، لأن هو دكتور موفق سباق بمثل هذا يعني. أنا والله حقيقة يعني أستاذ زيد أنا ما أحتب صراحة ما أحتب عليهم حقيقة ما أحتب عليهم، لأن الحمد لله رب العالمين أسماءها معروفنا والعالم تعرفنا. أكيد. ما راح تزيدني، بالعكس أنا أزيد فخر إنه أروح أشجع بلدي وأشجع منتخبي وأشجع وأكون مساند لهم ومشجع لهم. هذا اللي شوي حزت، بس ما يعني انتقاصا بشخصيته وانتقاصا باسمي لا أنا ما وارد، بس شوية يعني هو تكريما واحتراما للشخصيات. خب أنا ما عندي احتراض مثلا على اي لاعب من هذول اللي راحوا، كريم صدام، غانم عريبي، ذولا ثروه وطنيه، ذولا نجوم كبار نرفع لهم القبعه مثلا، نجوم كبار ذولا. صحيح. ما بس اقول ليش مثلا ناس وناس وليش ما اتصلوا بينا؟ يعني والله يحسسوك حتى تعيد نظرك بالتاريخ، تقول لك شنو تلعب صديق تلعب ملعب الشعب انت لعبت ما اعرف. لا طبعا العموم انا ما احتب عليهم والله يوفقهم ان شاء الله. الله يوفق الجميع. وكابتن احنا تاريخك معروف للجميع طبعا حبيب. كابتن حبيب. سمير كاظم لاعب المنتخب الوطني من تسعينات القرن المنصرم، طبعا شارك في تصفيات كاس العالم 1993
اللي تعتبر أقوى تصفيات خاضها فريق عراقي وطني، و13 مباراة ما خسر غير مبارتين في وقتها. شارك أيضا في تصفيات كأس العالم 98. تاريخك يعني موجود وإنجازاتك، وسبع سنين أنت محترف في قطر، وأعتقد كابتن نادي البقعة وكابتن نادي السد القطري. نعم. يعني تاريخك موجود إن شاء الله، ومباريات دولية ما شاء الله أيضا زاخرة. حتى كان بذاك الوقت مدربنا إفريستو هو اللي فرضني على نادي السد، قال لهم كابتن سمير إفريستو اللي صعدنا في كأس العالم، كأس العالم اللي شاركنا فيه، هو العفو اللي دربنا في تلك البطولة، دربنا بكأس العالم، وطبعا مثلت نادي القوة الجوية بكل تفاني وإخلاص، هاي مستحيل ننكرها، ورئاسة النادي أيضا الحمد لله والشكر. هذا إن شاء الله خطوة نطويها. وما أنت تقول يعني أنت مو أنا اللي جاي أحكي، يعني أنت جاي تقول مثلا اللي هو مثلا رئيس نادي القوة الجوية. صحيح. مثلا وعضو مجلس محافظة ولاعب من مدح نفسه، وأنا والله ما أحب تاريخك طبعا، ما أحب أخوض بهاي اللاية، بس المشكلة الموقف اللي صار بهذا الموضوع هو يخليك تستذكر أنه أنت وين كنت بالعراق. أكو بعد عندنا لعبة يعني أيضا مع كمبوديا، أتوقع مجزئين. أنا تدري إيش قلت له أستاذ؟ بس مع كمبوديا يعني. قل لي أنا محرج كابتن وأنا الكل اللي هاي. قلت له يا أخي أنت محرج، أنتم لو تشتغلون صحيح لو تخلون العالم تحكي عليه. وهم الله يساعده. بعيني. صحيح. بس هنا شلون تطلع بمنفذ؟ ضابط. إيش قال لي؟ قال لي شو نسوي يعني؟ والله العظيم هسه خاف بعدين يقول لي لا أنا أقول. قلت له خلي منهج إنه عندنا مباريات قادمة. نعم. عندنا مع البحرين، عندنا بطولة الخليج، عندنا مع كمبوديا مثلا، عندنا مع إيران. هاي تخلي نهج معين إنه كل مجموعة كجيل مثلوا المنتخبات الوطنية بين فترة وفترة يروحون، راح يصير شوية نوع من الهدوء. يعني مثلا يجيك لاعب مثلا حنون مشكور مثلا، أو حسين علي ثجيل، أو ضرغام الحيدري مع احتراماتي. نعم. هذولا ممكن فلاح حسن، رعد حمودي، حسين سعيد، هذولا ناس خدموا البلد، هذولا تعطيهم مجال، تعرض عليهم، تخابرهم، تتصل بهم تكريما واحتراما لهم. كابتن ناظم شاكر، عدنان درجال، كلها بدون استثناء. ذكرت رعد حمودي، أخاف ما أستذكر أحد. نعم. لحد يزعل علي. أقول يخلون فد منهج معين إنه كل مباراة مثلا 20 لاعب من ذولا أو 15 لاعب، يابا أنتم تروحون، يعني هي دعوة شرفية بالنهاية. بالضبط، تروحون أنتم دعم للمنتخب لعبة إيران، كمبوديا مثلا، هونغ كونغ مثلا، البحرين، بطولة الخليج، وهكذا. بطولة الخليج. هذا منهج. بس أنت مال مباراتين وجايتك بطولة خليج وحتى تلفون ما شالوا عليه، شوي زحمة. هذا بس هو كابتن موفق عبد الوهاب، أنا متكلم مع الرجل يعني للأمانة. دكتور موفق ممكن يعني أخذت الأمور على حين غرر. لا هو حق الرجل، حقه ملتهي، أنا متأكد راح يتصل بيك بعد هذا هو البرنامج. حقه. شوف هو حتى هو ملتزم جدا، حتى مباراتنا مال المنتخب 2007 ومنتخب 94 هم ما وجهوا للدعوة حقيقة، ما وجهوا للدعوة إلا هم بالكلام وبالجروب. وهاي واحد قال لي كابتن أنت وين؟ قلت له والله أنا ما أعرف، كنت ألعب لا ما أعرف. نوب دخل علي واحد من الأشخاص قال لي ممكن كابتن أنت تجي، وهاي دزولي دعوة قبل المباراة أنه أحضر بالجمهور، وجيت جيت مساندة للرياضة العراقية، أنا وحميد رشيد الله يذكره بالخير، وحسين حسين العابي، قعدنا فوق مثل الغربة صراحة، قعدنا لا أحد جانا، نزلوا كل العراق، نزل كل الشخصيات الرياضية نزلت، بس أمير كاظم نزل، بس أنا وحسين العابي وحميد رشيد، وظلنا قاعدين ما حد ولا واحد دزلنا دعوة. هذا تحسب على وزارة الشباب. زين أنت تجي للفريق 94 اللي يلعب. أيه. كلهم جيلي. صح. كلهم جيلي، تجي على كابتن القدير احمد راضي. نعم. اكبر مني بسنه. زين. صح. انا ليش ما سووا لي دعوه انه العب انا؟ فهي والله العظيم ما انت محتفظ بلياقتك ما شاء الله، محتفظ وجاي ادرب السماوه واركض وياهم. يعني اكو بعض اللاعبين خطيه قالوا لي كابتن تقدر تلعب شوط؟ قلت لهم لا هيك. زين. فاحنا المفروض ننتظر رد من كابتن موفق عبد الوهاب. لا موفق اخويا وعزيز. ايه. علي وغالي، لا من حقك انت تتكلم. علاقتي طيبه بوالده الله يرحمه، من كنا بنادي الجيش يجينا، هو انتقل النوب للزوران، رحت للقوه الجويه، بقت علاقتنا طيبه.
بس ما أعرف شنو السبب. نقول خير الله يوفقهم إن شاء الله. إن شاء الله. وهي خطوة إيجابية لدعم المنتخب الوطني ويا ريت تتكرر بشكل رسمي ومنهجي. طيب كابتن. إن شاء الله. مباراة هونغ كونغ. نعم. نترك وزارة الشباب. إيه. وننتقل لمباراة هونغ كونغ. نعم. راح تتوقع أكو صعوبة في مباراة هونغ كونغ في هونغ كونغ؟ هي هناك مو بهونغ كونغ. نعم بالضبط. هو أولاً منتخب هونغ كونغ صراحة شفته أفضل من منتخب كمبوديا بكل تأكيد. فاز اليوم 2-0. اليوم فازوا 2-0. هذا الفريق راح يصير عنده طموح. هسه هو عنده 5 نقاط. ممكن يقول لك أنا أجي أفوز على المنتخب العراقي. وهذا طموحه. طموح طبعاً. هذا واحد. اثنين هم عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة جداً. يجي يشجع فريقه والفريق الفريق الهونغ كونغ يميل الى الكره الاسيويه الشرق الاسيويه اللي هم يلعبون اللعب السريع وكسار. قادر ان يحرج منتخبنا ولو كنسبه الطيني من 100؟ والله الحل والعصمه بيد لاعبينا. الحل بيدنا وبيد المدرب. حتى لو نلعب تقدم اداء تفوز، ما تقدم اداء ممكن انت تتاثر. فوز والضغط والتنظيم الدفاعي والرغبة والحماسة اللي يتمتع بها لاعبين المنتخب الوطني بالحماسية وبالغيرة. نعم. وبالرغبة الفوز يحسمون المباراة. يحسمون المباراة وإحنا فائزين عليهم. طيب. بالعراق. مباراة كمبوديا. كمبوديا راح تقام بالبصرة. طبعا مباراة كمبوديا المفروض تقام بالبصرة، وأنا حسب تشخيصي يعني من خلال تعامل الفيفا معنا والاتحاد الآسيوي اللي يرأس البحريني سلمان والنائبة طبعا إيراني واثنين هم ويانا بالمنتخب، يعني هنا احنا يعني مستعد ان ازم بان منتخبنا ما راح يخلوه يلعب بالبصرة حتى مع كمبوديا. وهاي المشاكل اللي احنا نعاني منها بسبب ضعف الاتحاد العراقي من خلال علاقته الخارجية مع الاتحاد الآسيوي مع الاتحاد الدولي، الا ما معقولة يعني مظاهرات تصير بكل بلدان العالم فقط بالعراق مباشرة نقل مباريات. هنا لازم تكون عندنا احنا وقفة مع هذه المهزلة اللي قاعد تمارس على العراق من عام 1980 من دخلنا بالحرب العراقية الإيرانية لحد يومنا هذا. اي مشكلة تصير اي شيء يصير رأساً انقل المباريات على مستوى كهرباء طفت نقلوا مباريات خارج العراق، وهذا طبعا هو الظلم بحد ذاته. كابتن ممكن توضح لي شنو قصة الاتحاد الآسيوي خال يعني موضوع العراق بالنسبة له أولوية لبعاد المباريات؟ شوف. لو احنا حظنا دائما يوقع رئيس الاتحاد الآسيوي بلده يوقع ويانا بالمجموعة النائب هو والنائب بحرين وإيران. بالمناسبة احنا ما يعني ما تحضرني الذاكرة كمبوديا او هونغ كونغ عندهم مظاهرات والأسارة. هونغ كونغ نعم هم هونغ كونغ عندهم مظاهرات ولعبوا، بس المسيل مالتهم خفيف كان يضربوه بالضبط والجمهور اجى قبط وكأنما هذا البلد ما بيه مظاهرات الا سبحان الله من صارت عندنا. طبعا اكو حلول يعني احنا قلها الاربيل كابتن عبد الخالق مسعود هو من هالاربيل وقبل فترة لعبنا القوة الجوية ومولودية الجزائر. الرجال يتجنب مثلا المنتخب يلعب بأربيل بسبب لا الجمهور يقوم يهتف ضد المنتخب. والله شوف والله هي مصر صعبة يعني والله أربيل كابتن زيد هذا سمعة وطن سمعة نعم. بلد سمعة ناس أني يهتف ضدي يهتف علي أنا كرئيس اتحاد أقاتل على أن تكون مباراتنا بأربيل. أربيل ما بها مظاهرات لا طبعا ليش ما انقلها واربيل جاهزه مجهزه وملعب وجمهور. فانا والله استغرب حقيقه كابتن الموضوع مبين حتى لعبه الشرطه كابتن قبل لا يجي هونغ كونغ للبصره يلعب ايه؟ مو طلع البحريني سلمان يقول بان يعني مو اكيد تلعبون على ارضكم. هي الموضوع من البدايه هم يريدون يجردون العراق من سلاح الجمهور وبالنهايه شنو اللي صار سببها؟ هسا العراق متصدر والبحرين ثاني وإيران ثالث. بالضبط سببها ضعف الشخصية اللي امتلكها اتحادية. احنا هذا منتخبنا انتم تعرفون وكلهم رياضيين انتم تعرفون الارض والجمهور والصحابة. كابتن شنو فرق الاتحاد 2002 عن الاتحاد الحالي؟ بصراحة اريدك تجاوبني. اكيد انت كنت موجود يعني السعودية ما قبلت تلعب بالعراق. ايه العراق ما قبل يلعب بالسعودية. ايه صحيح. هسا حتى ملعبنا الافتراضي قاموا ما يلعبون بيه وقلنا نلعب بأراضيهم صار بتصفيات كأس العالم الفاتت كابتن. لا هو سؤالي واضح ليش احنا بال2002 كنا 2001
نجبر البعض العلم كابتن حسين سعيد كان موجود بالاتحاد، كابتن عبد الخالق مسعود موجود بالاتحاد ايضا كعضو. هاي هنا قلت لك هنا تتبع العلاقات، العلاقات الخارجيه. انت لو علاقات الخارجيه مالتنا قويه وينقلون الصوره الصحيحه والصادقه للناس يقولون لهم تعال احنا اربيل ما عندنا اي مشكله. حتى لو صارت كان اكو رغبه للاتحاد ما يلعبون باربيل؟ لا ما اتصور، ما اتصور كابتن. بس المناقشه والطلب مال الاتحاد اتصور به ركاكه حقيقه. يعني اكو خلل بطروحات الاتحاد؟ خلل انا متاكد. لو كان طروح قوي نعم. واصرار على لعب اربيل ماكو مشكله، ارضنا هاي. تعال على اساس نقلوها انتم من اربيل؟ يابا ببغداد ما يخالف مظاهرات، بالبصره ما يخالف مظاهرات، المحافظات الاخرى اوكي مظاهرات. اربيل ما بيها شيء، ما بيها على اي اساس؟ ما عندهم اي حد. انا متاكد متاكد اكو خلل بالطرح، بس مال طرح الاتحادي اي طرح مال توصل انه هم عندهم رغبه بنقل المباراه خارج العراق. انا اشوفها لا ما موجود، لكن الصورة يعني هي مو كلش خارج العراق. وصلها والصورة غير واضحة للناس اللي تتخذ هذا القرار. كابتن هي مو كلش خارج العراق، بالأردن. هو طبعا هو الأردن، شوف الأردن اليوم جماهير أردنية بالملعب الشجع الشجع خطية. حتى ترى جمهورنا كان أكثر من إيران وأكثر من البحرين الحمد لله، فكل الأمور بصالح المنتخب الوطني. أنا بالنهاية طبعا نحب نشكر رئيس الاتحاد الأردني. نعم. رئيس الاتحاد الأردني مشكور. موقفهم بتخصيص ملعب عمان الدولي للفريق العراقي بهاي الظروف، دعمهم اللامتناهي، توفير كل سبل الراحة للجماهير حسب ما يعني اتصلنا بالأخوة الإعلاميين، كان موقف مشرف جدا بصراحة. هذا الشيء يعني يعيد هواية من الأمور مع الأخوة في الأردن. طبعا هم أخوتنا، وعلاقاتنا طيبة، وبنفس الوقت أعجبني بالتنظيم، أعجبني بتواجد القوات الأمنية، يعني فالطوق راقي جدا حول الملعب. أردنيين مرتبين، أردنيين ما شاء الله مرتبين. والأمور طيبة والحمد لله، طلعت المباراتين بالسلامة والأمور طيبة إن شاء الله. الأمير علي مميز دائما، وهاي مو أول مرة يعني برفع الحظر دز المنتخب. وانت الأردني لا تنسى إجت فترات طويلة أكثر المدربين العراقيين دربوا بالأردن. عندنا الكابتن القدير عدنان حمد درب بالأردن، عندنا شخصيات موجودة بالأردن حاليا، عندنا شخصيات ما موجودة ما عايشة بالعراق ساكنة بالأردن. لا هو احنا يعني الأردنيين الأردنيين يعني اخواننا، احنا اخوانهم صراحة. عشت بالأردن كابتن؟ انا عشت لعبت موسم كامل بالبقعة واخذت افضل الحمد لله مدافع، وكان من افضل الفرق بديك السنين هو نادي البقعة. احرجنا الفيصلي واحرجنا بعد الثاني الوحدات احرجناهم حقيقة يعني. طيب كابتن نترك الأردن وناس الأردن، وطبعا هم نرجع نشكرهم مرة أخرى. نعم. الأخوة في الأردن الشقيق. حاليا تجاوزنا قلت لك مباراة كمبوديا. نعم. إن كانت في البصرة أو في بغداد أو في أربيل أو في عمان. نعم. كل الأحوال إن شاء الله منتخبنا يحقق نتيجة إيجابية. نعم. بعدها رح ننتقل إلى طهران، يجوز بنلعب بطهران، ما نعرف على المظاهرات اللي هم ممكن صارت مظاهرات. يجوز ملعب شو اسمه محايد، يجوز هم يجوز هم هم يجوز بالأردن. طيب كابتن الأردن يعني إيران تلعب بالأردن، هم مثلا هم شو يطلبون؟ لأن الأرض أرضهم. وهنا الاختلاف كابتن زيد، الاختلاف هم صاحبين العصمة. ايه؟ هم صاحبين القرار باختيار الأرض، باختيارهم احنا اختارينا الاردن. لا بس ما يختارون الاردن، هم مستحيل. لا هم ما اعتقد، يجوز يختارون الامارات قطر. مثلا قطر. او قطر، الامارات ايضا بنفس الوقت. شوف احنا ما شاء الله جمهور موجود بايران، موجود حتى في ايران، حتى بايران موجود، بقطر موجود، بالامارات موجود، بالاردن. كل الاحوال المنتخب العراقيين بكل مكان، العراقيين المنتخب الوطني العراقي مساند في كل الاجواء وفي كل الظروف وفي كل الامور. عجب كابتن عراقيين بكل البلدان. والله هاي الظروف المرة طيب سياحة سبحان الله. ايه؟ هو تهجروا كابتن زيد، العراقيين مر عليهم ظروف صعب جدا، يعني كل الدول ما مر عليها من 1980 يعني من كل الأنظمة السياسية اللي حكمت البلد. مع الأسف هم كانوا لهم باع طويل بتهجير العراقيين. لكن هسه العراقي يعني إن شاء الله يعني
حب الوطن اللي كانوا محرومين من عنده أقول نعم. ما شاء الله نعم. رجع وبقوة والأمور كلها إن شاء الله راح تتغير. والله يا والدليل كابتن. المنتخب فاز على إيران بسبب المظاهرات خلينا نكون واضحين. والله كابتن زيد خلي أقول لك شغلة بدون مبالغة وبدون من مدح نفسه وذمها والله العظيم ما موجودة طيبة راقية مثل طيبة العراقيين والله صحيح. يعني أنا خوب شفتها رحت لعبت بالأردن ولعبت بقطر ورحت في الإمارات بكل المكانات شكل محبة للعراقيين مو طبيعية لكن صحيح. هو العراق يبقى شامخ ويبقى قوي ويبقى قوي طيب. الشخصية حقيقة الحمد لله أكو ناس تعرف شلون أجي الكابتن زيد مثلا حتى لو عنده مثلا فد موقف وياي أعرف شلون أجي أهديه وألينه وترجع علاقة العراقيين صح الشخصية بالله. العراقية نعم. بارزة بس كابتن المظاهرات ساهمت فوز العراق على إيران حتى في التعادل مع البحرين يعني على جدا جدا كحالة معنوية حالة معنوية وخاصة كل المتظاهرين أكثرهم ترى رياضيين أكثرهم أنا من رحت جيل الشباب أي أنا رحت من رحت بساحة التحرير هواي شفت رياضيين وهواي شفت مشجعين هاي حولوها إنه إلى حب المنتخب شوف المنتخب الوطني أيضا. نعم. المنتخب الوطني هو يوحد الكل لا فلان ولا طائفة ولا سياسة ولا أنت تعرف ب 2007 شلون توحد العراق وكله صحيح. طلع كل الطوائف طلعت وتهدف بالوقت اللي كان وضع كلش يعني تعبان وخطر وضع مثل هسه وضع سيء أي فأنت دتشوف مو مثل نعم مو مثل هسه لا هسه أأمن لا طبعا أكيد أأمن هسه أأمن طبعاً الحمد لله وشكر لا كمقارنة يعني. العراق في 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 تطور ان شاء الله العراق ان شاء الله في تقدم اللهم سبحانه وتعالى يخلصنا من هاي الغمه على هاي الامه الطيبه اللي عانت ما عانت وفقدت هاي الشهداء والجرحى والمتظاهرين الله يوفق الجميع ويرجع البلد العراق امن مستقر بناسه باهله باطفاله بمسؤوليه بالقوة الأمنية أنت من تسمع إنه مثلاً القوات الأمنية تشاجرت مع المتظاهر والله تحس بالنفس لأن هو المتظاهر منين وبالأمن منين لا هو المتظاهر على من طالع دا يداعب حقوق القوات الأمنية بالدرجة خلينا نقول الأولى أو الثانية أو الثالثة هو المتظاهر طالع على جميع العراقيين القسوة نعم. ضد المتظاهرين هذا أكبر خطأ ممكن أن يقترف إنسان فيما بعد رح يصير غير موضوع يجوز إحنا يعني إحنا من على التصفيات وعلى الأمور دخلنا نعم صحيح أقول أنا هاي رسالة إلى الأخوان المسؤولين كبرلمان كحكومة سارعوا وساهموا بالإنجازات وساهموا بالإصلاحات اللي يطلبها المتظاهر هو أخوك هو ابن أخوك هي أختك هي أمك اللي طلعت عليك من طلعوا من ضيمهم من حرقتهم إن شاء الله. يريدون معيشة صحيح. كريمة يريدون حالهم حال الدول الأخرى إحنا الحمد لله بلد النهرين بلد المقدسات يلعبون بالوقت الضايع والله أتمنى بعد عدهم وقت إحنا ما نريد بالوقت الضايع كابتن زيد إحنا نريد إصلاحات صادقة أريد وعود على الصعيد الرياضي تتمنى إصلاحات أيضا طبعا الصعيد الرياضي بهواية فساد فساد إيه أنا أقول لك بهواية فساد عندي اتحاد أولمبية الجميع شوف هو شنو الفساد منين يجي الفساد يجي من الجهات العليا الجهات العليا اللي ما خلت نظام أو دستور يحكم الرياضة إحنا لحد هاي اللحظة نمشي بقانون 18 سنة 1986 صحيح. يا أخي أنتم البرلمانيين صار لكم 16 سنة يعني أنا هاي والله هم يعني 16 سنة ما أجى شخص بلجنة الشباب بالرياضة يسن قانون الأولمبية قانون الاتحادات قانون وزارة الشباب بالرياضة ما سنوا بس قانون الأولمبية والبارا أولمبية هاي كلها منظمات نعم. ليش التناحر بين وزارة الشباب بالرياضة وبين الأولمبية ليش سببها النظام سببها القانون ما هو قانون موجود يحدهم صحيح. لو كان ملاحظة مهمة جدا أي هذا القانون لو يطبق على رئيس الجمهورية وأقل مواطن والله البلد يمشي بصورة صحيحة أنا هذا أجزم عليه فنحتاج منظومة كاملة تقود الرياضة العراقية
مو فقط كرة القدم، سلة، طائرة، الفعاليات الأخرى، حتى نواكب العالم، حتى ننافس على الميداليات. ليش إحنا كل مشاركتنا مثلاً فعاليات أخرى نجي 13 مركز نخسر 9-0 7-0 نخسر، أو الفعاليات النسوية هاي كلها عالم. أنت تدري الاتحاد الدولي خلوا استراتيجية مدتها يمكن 15 أو 20 سنة. نعم. لتطوير الفعاليات النسوية. أس أنا ما أريد أميل على هذا الشيء، بس أقول من خلال المنظومة هاي المفروض غياب القانون يسبب مشاكل. بالمختصر المفيد بالضبط القانون. طيب كابتن، احنا على مود لا نبتعد على موضوع التصفيات. نعم. المنتخب السوري 5 مباريات. نعم. حقق 5 انتصارات، بصراحة ما كنت متوقع صدارتها. طبعا يصدر بفارق 5 نقاط عن الصين. نعم. اه ما متوقع الصدارة راح تكون السورية، وهم دا يمرون بهاي الظروف الصعبة، ملحقة أهلا ورادة يصعدون كأس العالم التصفيات السابقة، هسه حاليا 12 نقطة، يعني فازوا 15 العفو صار يعني. سببها واحد، منتخب يعني هو يقدم. خروج المدرب يمكن الألماني قبل فترة، وإجا فجر إبراهيم، الكابتن القدير فجر إبراهيم، بس ما راضين عليه السوريين. كابتن فجر إبراهيم أنا راح أحكي لك شخصيا، هو كان هو المحاضر الآسيوي علينا بدورة أي اللي كانت بلبنان. نعم. شخص أو 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 مدرب أو شخص رياضي يمتلك المعلومات الكافية، اللغة الإنجليزية، التكتيك. مش بيه الإعلام السوري ما راضي عليه؟ والله جاب لهم 15 نقطة بعد شيردون، والله فاز على الصين. هو هذا دليل على أنه ممتاز مستوى. ممتاز. طيب وسط الرياض السوري كان متوهم. مخطئ حقيقة. مخطئ. نعم صحيح. تدري أنا أحكي لك على أمور شخصية، رجل محبوب يحب الرياضي ينصحه، وجاب أكثر اللاعبين اللي كانت عندهم رغبة. السوريين هم يحاربون المدرب المحلي؟ شلون؟ السوريين إيه؟ مثل حالنا هم يحاربون المدرب المحلي؟ لا بالعكس، يحبون الفجر إبراهيم، لإنسان متواضع. طيب. محترم وشخصية راقية جدا. يعني بالتوفيق للكرة السورية. طبعا المنتخب الأردني عرفنا المباراة متقدم بالدقائق الأولى على منتخب تايوان، طبعا مباراة سهلة. الأردن خسر على أرضه أمام أستراليا. نعم. وتعادل مع الكويت. نعم. هسه حاليا الكويت 7 نقاط، الأردن 7 نقاط، أستراليا 12 نقطة. تشوف فرصة الأردن يعني ضائلة ضئيلة. إيه؟ الأردن يمر بظرف غير جيد، غير استقرار صحيح. منتخب قوي. حتى الوسط الرياضي والجمهور الأردني جاي يهتف على خروج مدرب. هذا المدرب ومجيء المدرب العراقي. هذا خلى التعمري أبرز لاعب في الأردن يلعب شوط ثاني مع أستراليا. بالضبط. شيء غريب. هذا الشيء هم بصالحنا، لأن عدنان حمد هو عراقي. نعم. فهاي تميل الكفة إلى أنه الفكر العراقي فكر موجود. دربهم قبل مرة. دربهم وكانت أحسن النتائج، فاز على اليابان وفاز على أستراليا. طيب كابتن قبل. نعم. لا نختم وياك. نعم. نصيحتك للفريق العراقي. نعم والله نصيحتي للفريق العراقي أن طوروا أنفسكم، اتركوا هاي النشوة، نشوة الفوز. نعم. اتركوا أنه أنتم متصدرين، في أي لحظة ممكن تختلف الأمور. اثبتوا، اتمرنوا، إن شاء الله الدوري يقام، لأن أكو بعض اللاعبين المنتخب. صح. مو ضمن الفورمة، منخرطين ويا الدوري العراقي. على المدرب الكاتانيتش أن يلقي حلول أكثر. الجمهور العراقي، الدعم من الرياضيين، من المدربين، الصحافة، الإعلام، أكثر دعم للمنتخب الوطني. أتمنى من الله سبحانه وتعالى، واللاعب العراقي معروف في الظروف الصعبة يبين. كلهم ما شاء الله منخرطين بالدوريات الأخرى، إذا ميمي بالدوري القطري، إذا. نعم. علاء، إذا مثلا أكثر اللاعبين سولاق. نعم. أحمد إبراهيم بالقوة الجوية هم يشارك بالبطولات العربية. نعم. والآسيوية، سعد ناطق، الكثير من اللاعبين، كل اللاعبين. نعم. أتمنى أنه ينسون هاي الفترة ويفكرون بعد أكثر، يطورون نفسهم، الحفاظ على الصدارة، والحفاظ على الصدارة إن شاء الله، وهم قادرين على هذا الشيء إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين، قبل لا نختم الحلقة بعشر ثواني من رخصة المخرج، ظاهرة إطلاق العيارات النارية
اكو ناس دا يروحون ضحايا. هاي يعني هاي الظاهره هي يعني تعبير عن الهمجيه والتخلف. ناس قاعده تموت، ناس قامت تتمنى المنتخب يخسر في سبيل ان ما تصير هيجي يعني ما يعني ضحايا. هذا 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 هذه الظاهره شلون راح نتخلص منها؟ شنو اللي ممكن ان احنا نسويه في سبيل يعني نبعد الناس عن هذه التصرفات؟ يعني رجل كبير بالعمر عمره 70 سنه لازم المسدس ويضرب يضرب طلقات بسبب فوزنا على ايران؟ يا اخي 100,000 طريقه للاحتفال، انت قاعد تقتل ناس ابرياء ما لها ذنب. يعني ما اعرف شلون راح نتخلص من هاي الظاهره. شنو التوعيه؟ دور منو يكون مسؤول للخلاص من الناس المتخلفين والناس الهمج اللي يحاولون ان يقتلون العراقيين بطريقه اخرى؟ وبالنهايه يعني نتمنى الخلاص منها الى ابد الابدين. وتحياتنا لكم مشاهدينا الاعزاء، ونلتقيكم في حلقات اخرى. شكرا كابتن سمير. شكرا حبيبي. شكرا كابتن حبيبي، اشكرك.